علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو ياسين الغادر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو ياسين تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو ياسين. مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ راكم شابين وهايلين بهذه الألوان هذه. إذن يا أطفال كيما كاع كلم لكم بالهاتف باش تجوا اليوم يا أخي. عجبكم الحركة يكلمكم في الهاتف؟ نعم. إذن مرحبا بكم وأنتم كذلك يا أطفال. إذا حبيتوا تحضروا معنا في الحصة ما عليكم إلا توجهوا إلى موقع الإنترنت بهذه الطريقة هذه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال لما تشاركوا عبر موقع الإنترنت نطلب منكم حاجة برك، هو الصبر شوية لأنه التسجيلات كثيرة والأطفال بزاف حابين يجوا يحضروا. إحنا تاني ماذا بينا تشو كامل تحضروا معنا، إذن شوية تاع الصبر وسوف نتصل بكم باش تجوا تحضروا معنا. في هذه الفترة هذه يا أطفال كاين يوم مهم جدا، يوم 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم. قم للمعلم، شكون يعرفها؟ قم للمعلم تعالى. أرواح واسمك؟ جمال. جمال، واش يقولوا؟ قم للمعلم وفيه تبجيلة. ومن بعد كذا؟ كاد المعلم أن يكون رسولا. برافو برافو برافو. إذن قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. ومن بعد أنا عندي مفاجأة لكم في هذا المنوال هذا. يا أخي إحنا قبل هذا الشيء هذا كلفنا إكرام بما أننا نحتفل بالذكرى 60 في 2016، ذكرى 60 لمؤتمر الصمام اللي كان يوم 20 أوت 1956. إذن في هذه الفترة 2016 60 سنة على مرور هذه الذكرى هذه، اليوم طلبنا من إكرام باش ندير لنا بحث عن المجاهد سعد دحلب. تفضلي إكرام. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد سعد دحلب. ولد بقصر الشلالة ولاية سيارت حاليا سنة 1919. زاول دراسته في مسقط رأسه، بعدها انتقل إلى المدية ومنها إلى البليدة أين تحصل على شهادة البكالوريا سنة 1939، ثم التحق بالحياة العملية كموظف في مصلحة الضرائب. كان سعد دحلب من ضمن مناضلي الحركة الوطنية الذين مستهم اعتقالات السلطات الفرنسية غداة اندلاع الثورة. أودع سجن بربروس وبقي فيه حتى ربيع 1955، بعدها التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني في صيف نفس السنة. وفي شهر فبراير من سنة 1956 قام بأول مهمة في إطار الجبهة، حيث كلفه عبان رمضان ويوسف بن غدة بن خدة بالاتصال بالمنطقتين الأولى والثانية بهدف الإعلام والتنسيق، وقد التقى خلاله زغود يوسف في المنطقة الثانية. وبسبب هذه المهمة اعتقل بالقرب من المدية ولم يطلق سراحه إلا في خريف 1956. عين عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ الأولى مكلفا بالإعلام والتوجيه. انتقل إلى المغرب عبر الولاية الخامسة مع عبان رمضان بعد استشهاد البطل العربي بن مهيدي، بعد أن نقل مقر قيادة لجنة التنسيق والتنفيذ إلى الخارج. بعد تنحيته من هذه اللجنة أصبح نائبا لفرحات عباس. عين بعدها عضوا في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، حيث شغل خلالها عدة مناصب، منها وزيرا للخارجية في الحكومة المؤقتة الثالثة 1961. شارك في مفاوضات إيفيان التي حددت مصير الجزائر. بعد اعتزاله العمل الحكومي أسس دحلب دارا لنشر الكتب في العاصمة. توفي في 16 ديسمبر سنة 2000 عن عمر يناهز 81 عام.
تحمل جامعة البليدة اسم المناظر سعد الدحلاب تخليدا لذكره. شكرا 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 إكرام، شكرا شكرا إكرام، شكرا شكرا. إذن يا أطفال كالمعتاد راح نطرح عليكم لغز، تحبون ألغاز؟ نعم. إذن لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي تسمعه وتراه ولكن هو لا يسمعك ولا يراك؟ أعيد اللغز: ما هو الشيء الذي تسمعه وتراه وهو لا يسمعك ولا يراك؟ إذا نفكروا إلى غاية نهاية الحصان، توما والأطفال أحبائنا اللي لم يشوفوا فينا بإمكانهم الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة عبر موقعنا الإنترنت. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. إذن يا أطفال فكروا في الإجابة إلى غاية نهاية الحصة، على بالي أنتم شاطرين. نهاية الحصة تعطوا لي الأجوبة تاعكم، وأنا قبل هذا الشيء كنت وعدتكم باللي درت لكم مفاجأة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، درت لكم أغنية نقول فيها: معلمي معلمي من كل جهل صنتني. يلا تغنوا معايا معلمي معلمي. يلا للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي. زودتني علما نورت به دربي، زودتني علما نورت به دربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي. تحملت دعابي في القسم ومزاحي، تحملت دعابي في القسم ومزاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي. وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي 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 معلمي
من كل جهل سنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي. واسمك يدوي إجلالا واحتراما واسمك يدوي إجلالا واحتراما. يا صاحب السمو أهديك السلامة يا صاحب السمو أهديك السلامة. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني. معلمي معلمي من كل جهل سنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي. شكرا، برافو برافو. عجبتكم الأغنية؟ إذن قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. إذن كنت دوما جوابي عند سؤالي. المعلم هو لصاحب التلميذ ويرافقه إلى المجد وإلى العلا. يا أخي بهذه المناسبة هذه من بعد عندي لكم قصة جميلة جميلة جدا. قبل هذا الشيء وش رأيكم، تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن راح نترحبوا معايا كامل بعمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت. إذا تفضل عمو نور الدين. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية جميلة وشيقة، يلا معايا يا أطفال. كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم اليوم حكاية المعلمة والطفل تيدي. في يوم من الأيام كانت معلمة عندها قسم، عندها قسم فيه عدة تلاميذ كما انتم كما تكونوا تقراوا تكونوا في القسم هكذا، وكان عندها واحد الطفل واسمه تيدي. هذاك الطفل كان دائما في النتائج نتاعو
ما كانتش مليحه النتائج تاعو، كان ما يقراش مليح، كان ما يقراش مليح، والمعلمه كانت ما تحبوش، كانت ما تحبوش، وكان دائما كي يدير هكذا امتحان تكتب له ملاحظات مش مليحه، ضعيف جدا، تكتب له راسب، تكتب له، يعني هذاك الطفل كان غير مستقر في النتائج المدرسيه نتاعو. وروح يا زمان، روح يا زمان، دائما هكذاك ما كانش مستقر، ما يقراش مليح، ما يقراش مليح. واحد النهار المعلمه هذيك حكمت الدفتر نتاعو تاع المستويات، هي كانت تقريه في السنه الرابعه ابتدائي، حكمت هذاك الدفتر وبدات تشوف، وبدات تشوف في السنه الاولى، شفت الملاحظات تاع المعلمين في السنه الاولى كاع يقولوا بلي الطفل تيدي هذا كان ذكي جدا، كان يقرا مليح. ومن بعد شافت ملاحظات تاع السنه الثانيه مكتوب عليه بلي الطفل منظم، طفل يقرا مليح، طفل ذكي، حارت، قلت كيفاش. ومن بعد كي وصلت للسنه الثالثه قرات باللي المعلم كان كاتب ملاحظه قال لهم باللي الوفاه نتاع الام نتاعو، وفاه امه، كانت اثرت عليه جدا. تما فهمت باللي الطفل تيدي هذا حقيقه يحب يقرا كامل، ولكن لما توفات امه هذا الشيء اثر عليه. ومن بعد هي ندمت، ندمت على هذيك المعامله اللي كانت تعامل هذاك الطفل كامل. بعد كي رجعت للقسم هذاك، بما انها دائما كانت تقول له انت ضعيف وانت ما تقراش مليح، وكمان كانوا صحابو يضحكوا عليه، كانوا يضحكوا عليه. ولكن في هذاك النهار، في هذاك النهار كان عيد ميلادها، عيد ميلادها، وكاع التلاميذ جابوا لها هدايا، وهو تيدي هذا كان فقير، كان فقير. واش دار؟ جاب لها عقد، عقد بدون ما عنده حتى قيمه هذاك العقد، وجاب لها قاروره تاع الريحه تاع العطر فيها غير النص، لانه ما كانش عنده. وهي كما كان على بالها بلي امه توفات وكمل، صحابو بداو يضحكوا عليه على الهديه، ولكن بعد هي حكمت الهديه وقالت له هذه اجمل هديه تلقيتها وكامل فرحت بها. بعد حتى الزملاء تخلعوا هكذا وبداو يضحكوا وفرحوا كي شافوا المعلمه عجبها هذيك الهديه. هي المعلمه لانها شافت بلي الطفل هذاك مر بظروف صعبه. ومن بعد روح يا زمان، روح يا زمان، كي بدلت السيره معاه صبح يقرا مليح. ومن بعد مروا عده سنوات، من بعد تلقات دعوه من كليه الطب، هو هذاك الطفل تيدي رجع طبيب في التخرج تاعو، عرض هذيك المعلمه نتاعو عرضها باش تحضر. ولما جات لهذيك الحفل اللي كان دايره هو تاع التخرج هذاك، جات لابسه العقد نتاعو اللي عطاه لها، وجات دايره الريحه اللي عطاها لها تاع يماه الله يرحمها. وهذا الطفل تيدي هذا اصبح من بعد من اكبر واشهر الاطباء في العالم. هذه قصه حقيقيه. اذا المعلمه هذيك كي بدلت المعامله تاعها مع الطفل نجح من بعد واصبح من اشهر الاطباء. يا عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية أن المعلم يبني مجد الأمم. بالضبط، بالضبط بوبي. إذن يا أطفال، المعلم عنده مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة، لازم يعرف يتعامل مع الأطفال، لازم يعرف، لازم ما يفرقش بين الأطفال، لازم كل واحد يعطي له حقه، لازم. إذن المعلم قادر يبني مجد الأمم كما قادر يهدم مجد الأمم. إذن هذا نداء من هذا المنبر هذا للمعلمين كلهم، نقول لهم العمل تاعهم حساس والعمل تاعهم جميل جدا، ولكن لازم يردوا بالهم لانهم هما اللي يبنيوا مجد الامم. يا اخي، نعم. يلا يا اطفال. اذا يا اطفال، كما قلت لكم المعلم يبني مجد الامم. واش رايكم دركا؟ انا كاين واحد الفقره نحبها بزاف بزاف بزاف، هي فقره النكت. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لنا؟ شكون اللي عنده نكته؟ تعالي بنتي، تعالي روحي مل هيك باش الحمام ما يخافش. فوالا، بالعقل بالعقل، فوالا، برافو برافو، اقعدي هنا تفضلي بنتي. واسمك؟ سلافة. سلافة، الله يبارك. من جيتي سلافة؟ وين تسكني؟ من الجزائر. من العاصمة؟ الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد النهار واحد الراجل زوج مهابل كانوا في الطياره، المهبول الاول قال المهبول الثاني روح شري حليب،
كي راح المهبول الثاني يشيل الحليب طلع عليه مهبول الاول قالوا كي لعب العب كي نجي لك قول لي حمايه مغلوقين. واش قال له؟ قول لي حمايه مغلوقين. برافو بنتي، برافو برافو. شكون اللي عنده نكته ثانيه؟ روحي بنتي تعالي بلاقي بلاقي الحمام. تعالي بنتي روحي. واسمك؟ اسمي مدينه. مدينه الله يبارك. اعطينا النكته تاعك مدينه. كان واحد النهار كان واحد ثلاث سراقين ومن بعد هذي كانوا يجروا معاهم لابوليس. واحد كان تخبى تحت طوموبيل، واحد تخبى تحت، واحد تخبى مور بوطون، واحد تخبى تحت في الاخر في الدار. من بعد هذيك كان يخدم في الدار. من بعد هذيك جاو لابوليس يسقسو قالوا بلي انايا مواسي، قالوا انايا عندك تشوف فيا نخدم ميكانيسيا ولي ما نخدم الواسي مول بوطون، قالوا انا نخدم انا في التريسيتي. ومن بعد هذيك قالوا لي في خطه، قالوا انا نخدم في الدار. هاي قعدت في الدار. برافو 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 برافو. اذا يا اطفال واش رايكم؟ عرفتوا الجواب على اللغز؟ ما هو الشيء الذي تراه وتسمعه وهو لا يراك ولا يسمعك؟ روحي بنتي وش هو؟ التلفاز. التلفاز. وانتوما؟ الصوت. الصوت. الظل. الظل. الهاتف. الهاتف. حمامة. حمامة. تسمعه وتراه. الريح. الريح. زيد. تلفاز. وش هو؟ تلفاز. تلفاز. الهاتف. لا تسمعه وتراه. تلفاز. تلفاز. التلفاز. تلفاز. وانتي؟ تلفاز. تلفاز. برافو برافو. هو التلفاز. شو قالت لي التلفاز الأول؟ تعالي بنتي تعالي. إذن هو التلفاز، تسمعه وتراه وهو لا يسمعك ولا يراك. يا أخي واسمك؟ آية. آية. شحال في عمرك آية؟ حانق في العشرة. أوه. وين تسكني؟ نسكن في الجزائر في العاصمة. الله يبارك الله يبارك. أعطيني الهدية تاع آية. هاكي بنتي، حنا اللي نجاوب على اللغز تاع عمو يزيد، عمو يزيد يهدي له هدية. هذه الهدية تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وسيدي سيدي فيه 22 أغنية لعمو يزيد تحت عنوان من حق الطفولة. بسعالك بنتي. العفو العفو العفو. إذن الحقنا دركا الركن اللي نحبه بزاف هو ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد وسيم. التحق بيا وسيم. تعال وليدي تعال تعال. إذن شحال دير من عام وسيم؟ تسعة. تسعة. إذن أنا وانتوما راح نغنوا لوسيم عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع وسيم. يلا نغنوا كمان مع بعض. أروحوا تعالوا تعالوا التحقوا بيا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها.
نصفق ونغنيله وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذن تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد برافو 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 إذا كل سنة وأنت بخير إن شاء الله كل عام وأنت بخير ولدي إذا ولا مبقى لي إلا نقول لكم انتظرونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة بقوا على خير نحبكم يا أطفال لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد